السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم بدرس جديد. اذا كنت اول مره تتابع القناه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن فاميلي، اذا العائله باللغه الانجليزيه، نتعلم من خلالها بعض المفردات اللي تتعلق به العائله او الاسره. Who are the family members؟ هو من يكون افراد العائله، او من هم افراد العائله. Member فرد او عضو، family member فرد من العائلة أو عضو، لكن لا نقول عضو، فرد من العائلة. Who are the family members؟ Grandfather، grandpa، grandmother، grandma، father، dad، mother، mom، brother، sister، cousin، nephew. Grandfather جد، أو ممكن نقول grandpa، grandmother جدة، grandma جدة. Father أب، dad أيضا كلمة ثانية أب، mother أم، mom أم نفس المعنى، brother أخ، sister أخت، cousin ابن عم، ابن خال، بنت عم، بنت خال، nephew ابن أخت، ابن أخ. Grandfather، grandpa، grandmother، grandma، father، dad، mother، mom، brother، sister، cousin، nephew. Uncle عم أو خال، uncle uncle. Grandfather grandpa جد، grandmother grandma جدة، father أب، dad mother mom أم، brother أخ، sister أخت، cousin ابن عم، ابن خال، nephew ابن أخ، ابن أخت. Uncle عم خال، aunt عمة خالة، aunt aunt. My dad takes me swimming on Saturdays. He's a great cook too. My dad takes me يأخذني أبي swimming للسباحة on Saturdays في أيام السبت. He's a great cook too. هو طباخ رائع أيضا. لاحظ takes، ضفنا الاس هذه نسميها اسم المفرد الغائب، متى نضيفها؟ في زمن البريزنت سمبل، زمن المضارع البسيط، متى؟ اذا كان فعل هي او شي وات. ماي داد يعني هي، يعني سنجلر مفرد، عندئذ نضيف الفعل اس، اذا اسم المفرد الغائب فقط نضيفها في زمن المضارع البسيط كما قلنا في فيديو المضارع البسيط اللي حب يرجع عليه. takes me swimming، لا نقول to swimming، عندنا swimming هو عبارة عن activity نشاط وليس place مكان. لو كان takes me to the park يأخذنا إلى المنتزه، المنتزه إذا مكان، إذا نستخدم to، لكننا swimming السباحة، السباحة ليست مكان معين، عبارة عن نشاط. takes me swimming إذا يأخذني للسباحة، إذا ما نستخدم to لا نقول takes me to swimming. on Saturdays لاحظ Saturday يوم السبت، Saturdays أيام السبت، Sundays أيام الأحد، Fridays أيام الجمعة، وهكذا. ننتبه day دائما إذا كانت الكلمة منتهية a y ننطقها a day li si we re p وهكذا. he's لاحظ he's يعني he is، دائما أثناء الكتابة حاول والكلام اختصر. He is تختصر he is، نحذف ال I. A great cook طباخ رائع أو ماهر. To أيضا. My dad takes me swimming on Saturdays. He is a great cook too. My grandma is very caring and gives me lots of good advice. My grandma is very caring، يعني جدتي very caring، نعرف care يعتني، يعتني ب، لاحظ أول كلمة car، ثاني كلمة نلفظها a care، إذا كانت الكلمة منتهية بإي في عندنا حرف صوتي وحيد نلفظه a care care. الحب يرجع في فيديو أيضا صوتيات تكلمنا عن كيف ألفظ حرف ال a. very caring يعني تهتم جدا، يعني طيبة القلب، أو kind
إذا ممكن very caring أستبدلها kind. And gives me وتعطيني أيضا لاحظ ضفنا s أيضا اسم مفرد الغائب لماذا؟ لأنه جدتي she. إذا اسم مفرد الغائب نضيف الفعل gives me تعطيني أو تقدم لي lots of كثير من أيضا ممكن أقول a lot of أو أستخدم lots of good advice نصائح مفيدة أو نصائح جيدة advice إذا نصيحة أو نصائح my grandma is very caring and gives me lots of good advice لاحظ caring للفعل care نحذف الإي ونضيف ing caring إذا دائما عندما أضيف ing أحذف الإي my mom helps me with my homework when I don't understand she's really good at maths my mom helps me تساعدني أمي with my homework بواجبي المنزلي لاحظ with be أو مع when I don't understand عندما لا أفهم دائما ترجم don't doesn't وين ما أشوفها ترجمها لا لا أفهم she's really good at maths هي يعني هي she is يعني هي تكون حقا جيدة في الماث my mom helps me with my homework when I don't understand she's really good at maths لاحظ ضفنا الفعل help s أيضا اسم مفرد الغائب لأنه عادة متكررة أو عمل اعتيادي بالمضارع البسيط نضيف اسم مفرد الغائب when I don't understand عندما لا أفهم understand she's لاحظ she's اختصار لي she is good at لاحظ بعد good جيد في أيضا ممكن نستخدم bad at سيء في he is good at math he is bad at math إذا جيد وسيء good at bad at my grandpa tells me amazing stories about life when he was a child my grandpa tells me يخبرني جدي أيضا اسم مفرد الغائب كما قلنا amazing stories قصص مذهلة أو قصص رائعة أو قصص مدهشة دائما الصفة قبل الموصوف لا نقول stories amazing amazing stories about عن أو حول life عن الحياة when he was a child عندما كان طفلا my grandpa tells me amazing stories about life when he was a child لاحظ story قصة عندما نضيف s نحذف الواي نضيف IES stories was كان هي الماضي من am وis am was is was am يكون was كان are يكون were كان my mom sometimes tells me off for not tidying my room my mom sometimes tells me off عندنا tell off يوبخ توبخني احيانا امي for not لعدم ترتيب غرفتي لاحظ tidying اذا ترتيب my room my mom sometimes tells me off for not tidying my room لاحظ for لأجلي إذا for لي أو لأجلي لاحظ sometimes أضف تكراري يأتي وين قبل الفعل when I grow up I'd like to be a math teacher يعني عندما أكبر لاحظ grow up أكبر I'd like to نفرض التركيب هذا طبعا I'd هي اختصار لي I would يختصرون هالأحرف هذه بيحطون أبوستروفي يظل بس حرف الدين I'd أو ممكن
I would like, بس دائما يختصر I'd like to. هذا دائما هالتركيب يأتي مع أو سوية. I'd like to بمعنى أود أو أرغب. To be لا أقول I'd like to am. دائما بعد to أستخدم be يعني مصدر فاعل كون. I'd like to be أود أن أكون a math teacher مدرس رياضيات. When I grow up I'd like to be a math teacher. Grandma looks after me when I get home from school because my parents are working. Grandma looks after me. هالتركيب هذا look after بمعنى يعتني بي أو يهتم بي. Look at ينظر إلى. Look for يبحث عن. إذن يعتني بي. لاحظ كل ما جاء حرف جر تتغير كلمة look يعني تغير المعنى. Look at ينظر إلى. Look for يبحث عن. ضف للإس اسم المفرد الغائب كما قلنا للمفرد. She looks after me تعتني بي. When I get home عندما أصل للمنزل. From school من المدرسة. Because لأن my parents لاحظ parents والدي are working يعملون أو يشتغلون. Grandma looks after me when I get home from school because my parents are working. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم. تكلمنا فيه عن family العائلة. خدنا family members أفراد العائلة أو أعضاء العائلة. أيضا خدنا بعض العبارات والجمل اللي استخدمها التي أستخدمها مع العائلة وعند الحديث عنها. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.